ما على من يجب الصيام؟ يجب صيام شهر رمضان على المسلم خرج بهذا الكافر. طيب أصلا لا يصوم إلا المسلم؟ لا، لأنه الآن في ناس يخططوا لإفساد صيام أهل الإسلام. والله قابل أن يأتي رمضان، لعلنا نحن نستعد معكم للدورة يا شيخ من 3-4 أيام، في أناس يستعدوا لإفساد صيام أهل الإسلام والله من سنين. في رمضان مسلسلات ومقاطع ويعني أشياء لا نذكرها الآن هنا، فهم نسرها في السلامة شياطين أشد من شياطين الجن. ولهذا يركز العلماء رحمهم الله على هذا الشرط الإسلام، لأن الآن إذا صام من يسب الرب، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يستهزئ بالدين الإسلامي، هذا صيام باطل إلا أن يتوب. فلابد أن ننتبه إلى هذا الشرط الإسلام. طيب بعض الناس يقول أنه لا يصلي، نسأل عافية السلام، فيفتي بعض الناس قال إذا لا تصلي لا تصوم. لا، لا يمكن أن نقول هذا. نقول لهذا لابد أن تصلي ولابد أن تصوم. قال أصوم بدون صلاة، نقول تصوم ونساعدك ونعينك على أن تصلي حتى يكون الصيام صحيحا. أما أن نقول له لا، إذا كنت لا تصلي لا تصوم، لا يا أخواننا، لابد أن نرجع الناس إلى الدين الصحيح. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة علماء الدعوة النجدية، تسمى بالدعوة الإصلاحية، ليست دعوة إفسادية، دعوة إصلاحية، أرادوا إصلاح المجتمع. نحن لا نريد أن نفسد المجتمع الآن. من وجدناه الآن مقبل على الله في رمضان أراد أن يصوم، نقول نعينك الآن تصلي وتصوم معنا ونتعاون في كل وقت صلاة، ننبهك على هذه الصلاة وتصلي وتبقى في دين الإسلام، والناس تنشرح صدرها الآن عندما يدخل هذا الشرط. إذن الشرط الأول إسلام، وهذا مهم جدا. الإسلام خرج به الكافر المسلم. الثاني العقل، خرج به المجنون، فلا يجب الصيام على المجنون. طيب السكران، هل يجب عليه الصيام؟ نقول نعم، نمنع عن شرب من شرب الخمر ونأمر بالصيام، لأن هناك من الناس من يقول الذي يشرب الخمر هذا لا يصوم أيضا. إشكالات والله عندنا في هذه الأيام، كل ما هب ودب يفتي. الله المستعان. الإسلام والعقل والبلوغ، فيجب الصيام على البالغ. طيب الصغير، هل يجب عليه الصيام؟ الصغير لابد أن نشجع الصغار على الصيام، وكان السلف الصالح يأخذ الأولاد إلى المسجد ويعطوهم يعني شيء من الألعاب حتى يعتاد على الصيام، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالآن الولد يعود، الصغير غير البالغ يعود على الصيام، وولي الصغير هذا لابد أن يحث الصغير على الصيام، يشجع على الصيام، يأخذ معه ويقول أنت تصوم وكذا. ونحن نعرف يا أخواننا أننا بفضل الله يعني التربية التي كان عليها الناس أنهم يعودوا الصغار من الصغر على الصيام. طيب الإسلام والعقل والبلوغ والاستيطان، لأن عندنا إما مستوطن أو مسافر، فالمستوطن يجب عليه الصيام، أما المسافر الأولى به الصيام يصوم. لماذا؟ لماذا قلنا الأولى بالمسافر الصيام؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر، وأن الصيام مع الناس سهل. الآن الشيخ مثلا لو أقول لك تستطيع أن تصوم شهرا كاملا، تقول والله قد لا أستطيع، لكن مع الناس الآن تصوم ولله الحمد. ثم إدراك فضيلة شهر رمضان، ثم أن التأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى أعجز عنها. يعني الآن كثير من الأسئلة الآن تأتي، بالأمس يسألني أحد الشباب قال والله يا شيخ
أنا العام أفطرت يوما من رمضان وإلى اليوم لم أقضي، إلى اليوم لم يقضي الصيام. يقول والمرأة كان عليها قضاء وتسأل الآن، لا تصوم تبادل وتصوم أفضل. إذن الأولى بالمسافر أن يصوم، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإدراك فضيلة الشهر والصيام مع الناس سهل، والتأخير له آفات، خذ تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. بعد هذا الاستطاعة، لابد من استطاعة والقدرة على الصيام. خرج بهذا غير المستطيع، إما لكبر أو لمرض. الكبر عندنا يحدد هذا الأمر إما الطبيب أو كل إنسان أدرى بنفسه. والمرض ليس كل مرض يمنع من الصيام، لو جرح في إصبع الآن جرح هنا مثلا وأفطر في نهار رمضان، تقول يا أخي اتق الله لماذا تفطر؟ قال والله مريض. لا، ليس كل مرض يمنع من الصيام. إذا كان يضر هذا المرض، يعني يؤخر من علاجه من برئه، فهذا لا يصوم. أو منع الطبيب مثلا من الصيام، هذا لا يصوم. نعم. بعد هذا الخلو من الحيض والنفاس، فالمرأة إذا كانت حائض أو نفساء لا تصوم، تفطر ثم تقضي هذه الأيام بإذن الله تعالى. إذا نعيد الشروط مرة أخرى، يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام، يعني مستطيع مستوطن، والخلو من الحيض والنفاس هذا خاص بالنساء. طيب،